السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد اللاطه ديال الحوت بالخضر في الفران اللي ما كيتعداش 20 دقيقه، وكتجي البطاطا طايبه وكيجي الحوت ما ناشفش، كيجي هو على حقه وطريقه. وغادي نعطيكم واحد السر باش غيجيكم الحوت بنين وماشي غرائع اكثر من رائع. كنتمنى تشجيعاتكم بلي لايك والبارطاج وشي تعليق يكون زوين، وشكرا الله يجازيكم بخير. غادي نمشيو ان شاء الله للطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا الحوت اي نوع بغيتو ديروا سر دير المهم الطريقه كتمشى مع الحوت كامل. اليوم انا درت باجو، والكميه الثانيه عاود تتبقى على حساب عدد الاسره اللي عندكم. درت انا 5 ديال الباجوات صغارين، راه تيطلعوا رخاص ما تيطلعوش غاليين بحال هذا الشكل. عندي البطاطا، حتى هي البطاطا كما تنقولوا على حساب الكميه. ها انتما عندي واحد فلفله خضراء، جوج حبات ديال الطماطم، عندي بصيله صغيره والتوابل. مني غادي نبدا في التوابل غادي نقول لكم. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نبدا بالحوت هو الاول، غادي نشرملو ونخليه. غادي نطرفو هاد الجهه باش ندير التوابل هنا. غادي نديرو تقريبا نص معلقه ديال الكمون، اولا معلقه صغيره ما عامراش. عندنا معلقه ديال الخرقوم عامره صغيره، معلقه صغيره ديال الفلفل حمراء عامره. عندنا هاد التوابل، هاد التوابل فيهم القزبر يابس وفيهم شويه ديال الهريسه ديال الفلفله السودانيه. عندنا الزعتر اختياري ولكن راه كيجي ماشي ما نقولش لكم. عندنا تقريبا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم، عندنا واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، الملحه من طبيعه الحال على حسب الذوق. حتى الشرموله غادي نديرها على الخضره وعلى كل شيء. غادي نديرو شويه ديال الزيت، النصف ديالو عندنا نص كاس. غادي نديرو انا درت زيت الزيتون، وانتم دائما تيبقى على حساب اشنو عندكم في الدار. تقريبا عندي واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. والحاجه اللي غادي تزيدها اضافه، ما عارفين حنا دائما تنديرو هذه الشرموله ديالنا المعتاده، غادي نضيف ليها واحد البصيله صغيره غادي نحكها. صافي، ما نقولش لكم كتعطي واحد المذاق، وكتجربوه وردوا عليا الخبار، كتعطي واحد المذاق ماشي رائع اكثر من رائع. صافي غادي نخلطوا الشرموله ديالنا. يمكن لينا نضيف واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف، واحد نص كاس تقريبا ديال العنبه من طبيعه الحال. وغادي نخلطوا مزيان هاد التوابل، كل ما خلطناها كل ما كان مزيان. صافي غادي نقص شي شويه، غادي نخلي الخضره بحال هكا. ما نقولش لك دابا هاد التوابل اولا هاد العطريه ولا هاد الشرموله على مذاق وعلى ريحه فيها، ما نقولش لكم. غادي نشرملو الحوت ديالنا مزيان كله، ندخلو لداخل في الجناب نشرملوه كيف ما بغات الخاطر على هاد الشكل، ومن بعد غادي نرجعو. صافي شرملنا الحوت ديالنا، غادي نخليوه على جنب وغادي نبداو ان شاء الله نقطعو في الخضره ديالنا. غادي نبداو في البطاطا كما قلت لكم، من الاحسن البطاطا باش دغيا طيب. كما كتعرفوا الحوت دغيا تيطيب، باش البطاطا حتى هي طيب لينا مع الحوت قد قد ما تشدش لينا الوقت، غادي نقطعوها رقيقه. صافي غادي نقطعو البطاطا رقيقه ومن بعد غادي نرجع معكم. صافي قطعنا البطاطا، غادي نقطعو كيما شفتو هانتوما راه رقيقه باش دغيا طيب ليكم، باش ما تخليوش الحوت في الفران بزاف تينشف، باش كيطيبو مع بعضياتهم.
صافي نحيدو البطاطا ديالنا. كما كتعرفوا البطاطا راه كيبغيوها الدراري وكتجي زوينه في الحوت. غادي نقطعوا الفلفله على شكل دائري، صافي كملنا فلفله. غادي ندوزو هاد الحبات ديال المطيشه، كنحيدو لهاد الراس صافي. وغادي نبداو نقطعوها دائريه حتى هي، حيت القشيره هي الاولى. كملت المطيشه ديالي حتى هي، غادي نحطها جانب. انا نسيت قبيله ما عصرتش لكم واحد واحد عصير نص حامضه باش غادي نديرو في الشرموله، ودابا غادي نعصرو والنصف الاخر غادي نديرو فوق الحوت هكا على شكل دائري. غادي نعصر هاد الحامض اللي قلت لكم. كما تتعرفوا عندنا الحرور والحامض كيتواتى مع الحوت بواحد الشكل زوين، ولكن ما نكثروش الحرور على حساب الدراري. صافي دابا غادي نجيبوا الطاوه ديالنا اللي كتدخل الفران. اول حاجه الطاوه غادي نديرو فيها الزيت، ودابا راه شعلت الفران. داك الزويته اللي كانت بقات ليا، المهم نص كاس درتو في هاد البلا كامل. شعلت دابا الفران على درجه الحراره 200 درجه. غادي نشد هاد الزيت وغادي ندوزو في الطاوه كامله، ومن بعد غادي نبدا نشرمل في الخضره ديالي. انا ناخذ البطاطا هي الاولى صافي، كنديرو لها شرموله وغادي نخلطوها مزيان بحال هاد الشكل، غا بيدينا باش كتشرمل مزيان وكتاخد التوابل باش كتجي بنينه بحال هكا صافي. وغادي نجيب الطاوه ديالي، صافي وغادي نخوي كلشي مباشره صافي، ونقادها في الطاوه. غادي نقادها صافي، قديت البطاطا. دابا غادي نبدا نحط ليا الحوت ديالي على هاد الشكل. وحده كنجيب ليها الراس ديالها، وحده كنجيب ليها الديل ديالها باش اللي كان هنا ياكل واللي كان في هاد الجهه ياكل. وهذه وحده اللي بقات غادي نديرها تمايا صافي صافي. وغادي نشرمل المطيشه والفلفله حتى هي، غندوز على الشرموله ونجيبها صافي. غادي ندير مطيشه، غادي ندورها بحال هكا تجي هاد الوصفه، تجي ماشي رائعه، بنينه وسهله، وفي نفس الوقت كديري كلشي في مره وحده وكتحطيه في الفران، يعني كتهني ما كتبقايش مقابلاه ولا شي حاجه، كتجي وصحيه هذا هو الاهم. صافي كملت بجوج حبات ديال الطماطم درتهم صافي. دابا غادي ندوزو نصايبو الفلفله حتى هي صافي على هاد الشكل. فين ما حطيتو كيجي زوين، قادو حطو
نتوما راه بزاف ما كاينش زعما، ماشي غادي نبقاو نقادو شويه علينا ولا يعني داكشي عشوائي، ولكن راه تيجي واحد المنظر كيشهي وكيخليك تاكلي والوليدات ديالك اللي ما تياكلوش الحوت غيولي ياكلو مع هاد الوصفه غتعجبهم، وغيجي الشرموله ديالي قداتني في الحوت كامل. صافي بقى ليا هاد الحومضات اولا هاد الطريفات ديال الحامض غادي نزوق هاك، ندير هكا كل بلاصه ندير فيها وحيده. صافي ندير هنا صافي، هذا هو الطبق ديالي اللي غندخلو الفران، وقولوا لي كيجاكم شي حاجه ماشي رائعه اكثر من رائعه، شي حاجه واعره بزاف. صافي دابا غادي ندير الفران كما قلت لكم، المده ديال الطياب ديالو غادي نديرو في الرف اللي تابع الاولاني في التحت، وغادي نشعل لتحت نخليه حتى كيبان لك داكشي تيغلى وتيطلق هاد المطيشه تطلق يعني المويه ديالها كتبدا تغلي، غادي نحسب ليها من 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. صافي دغيا كيطيب ما كيحتاجش الوقت بزاف حيت الحوت هو صغير كما تيبان لكم، الحوت دائما تيبقى على حساب الكيلوات. نسيت واحد الحاجه اللي خصني نضيف هي الفلفله، غادي ندير فليفله هنا فليفله هنا فليفله هنا. صافي ها نتوما صافي غادي نديهم من بعد نرجع لكم. من بعد ما خرجتهم من الفران جلس ليا 20 دقيقه كما كتسمعوا، راه كيصوني الفران درت المكانه على ودكم ولا انا عيني ميزاني، وكيبقى دائما كما تنقولوا تنعاود الفران على حساب نتوما الفران ديالكم كيف داير. زينتو شويه المعدنوس باش كيعطي داك اللون ديال الخضوره كيجي ماشي رائع اكثر من رائع زوين، وكنشكركم بزاف على المشاهده وعلى تشجيعاتكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينه، وكنتسنى تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام، وكنشكركم جزيل الشكر. بسلام عليكم، استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه.